ما نقول مع الافكار تكلم الاخ الحطاطي وانا تنحترم رايه على انعدام الثقه والعزوف. انا تيظهر لي من ضمن اسباب انعدام الثقه والعزوف هي دائما التشكيك والعدميه، ما كاين والو، ما درنا والو. هذه راه تنزيدوا نعمقوا هذا المسلسل التشكيك، وبالتالي تنورطوا راسنا كاملين، اغلبيه ومعارضه واحزاب داخل احزاب يعني ممثله في البرلمان وغير ممثله في البرلمان، بلا ما نقول الاحزاب الصغرى، كل الاحزاب انا بالنسبه لي كبرى، اللي صغير غيولي غدا كبير ويمكن شي واحد كبير يولي صغير. دونك باش تفهموا في هذه القضيه، انا ما تنتفقش مع الاخ الحطاطي بكل احترام. الحكومه ما دايرهاش الحوار الاجتماعي. انا هنا طبعا كممثل حزب في الاغلبيه وكحزب عنده 5 ديال الوزراء اعتز بالانتماء لهذه الحكومه، والحكومه لم توقف يوما ما نغلطوش المغاربه السي الحطاطي. الحكومه ما عمرها وقفت الحوار الاجتماعي، وهذه ماشي اسوء حكومه، هذه اشجع حكومه، والتاريخ سيبين، والشعب المغربي هو اللي غيحاسبها ماشي انت ولا انا. الا النخبين المغاربه قالوا لنا غدا ديغاج غنديغاجي، ولا قالوا لنا بقاو غنبقاو، وتظهر لي غنبقاو. استطلاع مؤخرا ديال السيد رئيس الحكومه والشعبيه ديالو يعني راه باينه. الملفات التي عالجتها هذه الحكومه بواحد الجراه منقطعه النظير. كاين ملفات تطريني من عهد الحكومه السي جطو، ما كاينش اللي كان عنده الشجاعه انه يبشرها، وراها معروفه صندوق المقاصه والتقاعد وكذا وكذا، ومواجهه العجز ديال البلاد ونسبه النمو. هذه مسائل مهمه. انا غنرجع للانتخابات. لا لا ما يمكنش تدوز هذه القضيه. ون 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 بالنسبه للاستقبال، احنا في الانتخابات قال الاخ لا ما يمكنش، اسمح لي. اولا بعدا لي اول مره رئيس الحكومه يستقبل الاحزاب السياسيه في اطار تحضير الانتخابات، ما عمرها كانت، دائما وزير الداخليه، وهذه تتبين المسؤوليه السياسيه ديال هذا رئيس الحكومه. استقبلت جميع الاحزاب، يعني الممثله في البرلمان والغير ممثله في البرلمان، وتعطات لها الوثائق. يعني هذه المساله طبعا يعني كان نقاش وكان اخذ ورد يعني في 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 يعني في المسلسل، وطبعا نقاش كاين مع الاغلبيه ونقاش كاين مع المعارضه. انا وجهه نظر شخصيه السي عمر، راه الحقيقة خصنا نقطعوا مع هذا الشيء، خصنا نوليو في المغرب تاريخ انتخابات عادي، وقت عادي، ماشي حنا ديما فين ما عشية شي انتخابات جيب قوانين وناقش مزروب، ولكن هذا الشيء لأن الدستور ديال 2011 راك عارف في لو بلاتي علاش ما تاخذوش الوقت الكافي بالدليل؟ علاش الحكومة تأخرت؟ شوف ارتفعت السي الحكومة ديال السي عباس 2011 السي عمر ارتفعت الحكومة السي عباس الفاسي ديال الحزب ديالك، راه ناقشنا في آخر لحظة. اللي عارفين الظرفية اللي كانت إيوا إذا ما شوف راه سيتي توجور كونسا هي راه دائما دائما الظرفية ديال اليوم لا دائما الحكومة اليوم مرتاحة من النهار فجات وتصنت. لا ما مرتاحاش حتى بالشتا ديال سيدي ربي الحمد لله، وهذا الخير ديال المغرب لينا كاملين. لا لا مع الأسف ما ارتحت واحد العام كان فيها اضطرابات، كان عندها ديزوندوتيوب. كمل كمل سي سعيد. لا ما مرتاحش، لا ما كانتش مرتاحه، ما كانتش مرتاحه، ما عندها الفرصه باش على كل حال باش تجيب هذه المكاسب. انا بالنسبه لي الخميس غدوش مجلس الحكومه، ما نسودوش المشهد. شنو غيجيب هذا النصوص الى شنو ماذا سيحمل كتقدم بالنسبه لتي تنتكلموا عليه؟ النصوص هي سميتو القانون التنظيمي ديال الجماعات وديال العملات والاقاليم وديال الجهات، وطبعا هي هذه مشاريع اوليه غدوش مجلس حكومه ومجلس وزاري. الكلمه الاخيره البرلمان بمجلسه، يمكن لها تجود، يمكن لها يمكن يكون نقاش، يمكن لها يكون تعديلات، تيظهر لي عندنا الوقت الكافي نتناقشوا. يعني غتوضح هذه المشكله اللي تنتحدثوا عليها ديال الضغط الزمني. طبعا 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 غادي يكون نقاش داخل اللجان، وغيكون توافقات، وغتكون تعديلات، ويمكن هذه النصوص هذه تجود عندنا. سي حطي